السلام عليكم. عندنا اليوم وليد 79 موتر، اخونا الوليد عجلان الهذلي من الرياض، نبي نشتري على موتره مشروع محرك 6 لتر مدير 2006. هذا الموتر قبل الشغل عليه ماكينه 454، راح اركب لك امبرسر سيزو 7 بستن مع كبسليات جديد، تنظيف دائرة المكيف بالكامل والكامل وجه الله، الثلاجة، الراديتر، تحويل البطارية من جهة اليمين إلى جهة اليسار، تركيب راديتر من موديل 2014 جديد، مراوح كهرب شغالة سرعتين على نظام الكمبيوتر، قلبة راديتر 2014، الموتر عليه مراوح كهرب، هذه كتوتاته كلها راح تنشال. بعد ما ننزل الماكينة اللي عليه قبل نركب الماكينة الجديدة راح نغسل الرفارف الداخلية، صدر الغمارة والشاص، تركيب كراسي، ماكينة جديدة، وتشيك على الفحمة والصوفة حق القيل، وترتيب ضفيرة المكيف نفس نظام الوكالة، وتشغيل التوانك 2، تفصيل ضفيرة حقت قسام جديدة، وطرمبات داخلية داخل التانكي على نفس عواماته، راح نشيك على عواماته إذا شغلات أمورها طيبة راح نعدل عليهن، وتركيب أصرات شكمان أمامية جديد، تشيك على العدادات، عند العداد في تحت نارية يضرب فل تحت الفل، عداد البنزين راح نشيك عليه مثل ما انت شايفين. تم تنزيل الماكينة، راح نفك ثلاجة المكيف، رديت المكيف للتنظيف قبل نركب الماكينة الجديدة إن شاء الله، راح نغسل الرفارف الداخلية وصدر الغمارة، فكينا التانكي جهة اليمين جهة اليسار، وهذا مكينة جهزنا العوام من جهة اليسار، دلنا عليها طنبة داخلية انت شايفين صناعة ألمانية، سلاك إيطالي مع فيش، إذا بيفك التانك يفصل الفيش ويفك الماس ينزل معه التانك. عند العوام من جهة اليمين خربانة، من أول مصلحة مثل ما انتم شايفين، شكلها مصلحة خربانة ما تعيد، وكلمنا صاحب السيارة قال غير العوام. تم تجهيز المحرك 6 لتر موتر الوليد، هذا بعد ما جهزناه صيانة كاملة على الماكينة، تنظيف بخاخات على الجهاز، سلاك بواجي جديد، بواجي كمبرسر سيزو 7 بستم ما شاء الله، حذاف جديد رمال حذاف، هذه تحوية الكراسي جهة اليسار، هذه جهة اليمين، كراسي مكينة جديدة، قسمنا الرفارف الداخلية والشاص وصدر الغمارة، العوامة جهة اليمين، وكلمني صاحبها انها خربانة، قلت للعامل صلحها، وصلحها وضبطت، ركبنا عليها طنبة داخلية، الآن جاهزة للتركيب. تم تجهيز الظفير حق الماكينة، هذه بعد ما اختصرناها طلعنا الاسلاك اللي ما نبغاها، جددنا عواجلها بالكامل كامل وجه الله، وهذه ظفيرة القسام جاهزة للتركيب، وهذه ظفيرة المراوح، سلاك جديد إيطالي، أخياش جديدة، كتاوتات بوش. تم تجهيز المحرك 6 لتر على نفس كراسي الوكالة، هذا كرسي جهة اليسار، ركبنا كراسي ماكينة جديدة، بصور لكم التجهيز من تحت التوضيح، هذه ظفيرة الماكينة بعد ما اختصرناها من عندنا على البوكسر 2006، كياب البطارية الأصلية، مراوح مدير جديد، راديتر جديد في الكرتون، والمراوح جديدة، ركبنا على كمبرسر سيزو 7 بستم مع كبس اللي جديد، تنظيف دائرة المكيف بالكامل وكامل وجه الله، الثلاجة والراديتر والقربة حتى الراديتر دي مؤقتة، بعد ما بس السرنج على الجهاز راح نركب له وحدة جديدة بل حرارة جديدة مع راديتر أصلي، على الشوتة حتى 2006، أبى أصور لكم التجهيز من تحت للتوضيح وشكامين
الجديدة. هذا الكرسي جهة اليسار وهذا جهة اليمين، وهذه منصة الشكمان الأمامية الجديدة جهة اليسار ما شاء الله، وهذه جهة اليمين. حاليا متواجد محل الراديترات مغسل السلندر على الجهاز. هذا الجهاز هذا الصفات الماء اللي داخل الجهاز. الآن نضيف الزيت بريك. نضيف الزيت بريك. شغل الجهاز. هذا هو الداخل. أشهر من باب السيارات اللي فيها وصل. سلندر. بعد ما ننتهي من غسيل السلندر راح نصور لكم صفات الماء. هذا الوصف صحيح. ونفس باب السيارات اللي غسلت السلندر. انتهينا من غسيل السلندر على الجهاز، الان بصور لكم صفات الماء. أنا في التانك اليمين 150 ريال 65. هذا بعد ما عبينا 150 ريال 62 لتر. تم الانتهاء من الموتر الوليد وجاهز التسليم ان شاء الله. ونيت موديله 79 اشتغلنا عليه. مشروع محرك 6 لتر موديل 2006. هذا بعد ما انتهينا من الشغل قفوته على البوكس 2006. هذا وظيفه الماكينه بعد ما اختصرناها. هذا موقع الكمبيوتر ثياب الوصليه حتى البطاريه والسلك 2006 مراوح جديده راديتر الماء جديد. المراوح شغاله سرعتين على نظام الكمبيوتر. فصلنا ظهير مراوح اسلاك جديده ايطالي مع كتوتات جديد اسلاك بواجي جديد بواجي. تنظيف فخاخات على الجهاز بس الرجال ما راديتر اصلي بل حراره جديد. ركبنا لكم فرصه سيزو 7 بيستم مع كبس الرجال جديد. تنظيف ذات مكيف بالكامل وكامل وجوه الثلاجه والراديتر على قلبة الراديتر 2012 الشوتة 2006. هذا شعار النجاح. ركبنا له فحمة وهلال من عنده لو يستاهل، وصلحنا العوامة حق التانك جهة اليمين، وركبنا له وصلات تمامية شكمان جديدة، تشغيل التوانك 2، ظهيرة القسام جديدة ليات ضغط عالي، طرمبات داخلية ألمانية، عداداته بالكامل شغالة. هذا عداد الزيت شغال، دينامو، حرارة. حاليا شغال التانك اليمين حول يسار، شايفين في على النص حول يمين في فل مكيف ما شاء الله ثلج على آخر رقم ما شاء الله. الآن بنسمعكم الشغل ضمان على المكينة شهر كامل والتجريس والكهرب سنة من تاريخ تسجيل الفاتورة ما شاء الله. اذكر الله يا الربع.
كراج النجاح موقعنا حفر الباطن، مرحب ومسهلا بالجميع.